تتواصل فعالية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 30، حيث يحيي نجوم الطرب والغناء من مختلف أقطار الوطن العربي حفلات مميزة في كل ليلة. المزيد في هذا التقرير. ليلة جديدة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته 30، حيث احتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا حفل المطربة المغربية جنات التي قدمت باقة متنوعة من أغنياتها. أنا مبسوطة جدا زي كل مرة بشارك في مهرجان موسيقى العربية، لأنه بدايتي كانت هنا. أول حفلة عملتها كانت هنا، بس كنت مع نجم كبير زي وديع الصافي، فساعتها ما كنتش متخيلة أن أنا ممكن يجي اليوم من الأيام وأعمل حفلة لوحدي ويجي لي جمهور. فدايما وأنا طالعة على المسرح، خاصة في المهرجان، يعني ببقى إيه، حاسة بفخر كده وسعادة. فلسطين أنت الروح، آخر أعمال المطرب الفلسطيني محمد عساف، والتي قدمها على مسرح النافورة مع باقة متنوعة أخرى من الأعمال بحضور جماهيري كبير. سعيد، سعادة غامرة، يعني دائما لما بنتجمع في مصر، زي ما حكيت على المسرح، مصر قلب العروبة، مصر الثقافة، مصر الحضارة والمستقبل، مصر قلب العروبة النابض. سعيد جدا أني أكون في مصر وفي مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا للمرة الخامسة. فرحتي دائما بأنه أغني في الأوبرا غير أي مكان أنا بغني فيه. كوكبة من مؤلفات الطرب قدمتها هذه المواهب الواعدة من كورال أطفال الأوبرا، الذي يعد نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين. فرقتنا الحمد لله بتتميز من احنا بنعمل اغاني كلها بتاعه الاطفال، بتاعه سن الاطفال، ما بتطرقش الاغاني اكبر من سنهم او اكبر من شكلهم او اكبر من استوعابهم. كلام يناسبهم، لحن يناسبهم، والحمد لله عندنا، يعني عندنا رصيد كبير من الاغاني والحفلات. بس قصدنا في مهرجان الموسيقى العربيه ان احنا برضو نقدم فقرات الاطفال اللي هي الخاصه الطابع بتاعنا وبتاع شكلنا، وفي نفس الوقت عندنا اعمار مناسبه ان هي تقدم اشكال معينه من طابع الموسيقى العربيه، بما اننا في مهرجان الموسيقى العربيه. كل أنماط الموسيقى التي تجذب الجمهور تجدها هنا في ليالي مهرجان الموسيقى العربية، سواء كانت حديثة أو تعود لزمن الفن الجميل والتي يحرص على الاستمتاع بها الجمهور الحاضر. هي المهرجان حاجة رائعة، منظم جدا وبنحتاجه جدا جدا، وكل الأيام اللي ابتدى فيها لغاية النهاردة فوق الممتاز. بصفة عامة المهرجان من أول ما اتعمل هو حاجة عظيمة وحاجة جميلة وفن حلو، بيفكرنا بالفن الكويس بتاع زمان، بس خصوصا بعد موضوع كورونا، الإعداد والتنظيم في مسرح النافورة والأوبن إير حاجة ممتازة. وتستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حتى 15 من نوفمبر بأكثر من 30 حفلاً غنائياً وموسيقياً بثلاث محافظات، هي القاهرة والإسكندرية والبحيرة، بمشاركة نحو 100 فنان من 10 دول عربية. محمد بهاء الدين، أكسترا نيوز.